كتب الأستاذ الشاعر أحمد مخيمر في قصيدة مطولة له في رثاء الموسيقار فريد الأطرش: وصول لإخوان الصفاء مجامل، كما شاء إخوان الصفا وودود. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة 10 من أطرشيات الأستاذ محمود لطفي، مستشار جمعية المؤلفين والملحنين ومحامي الموسيقى. وفي هذه الحلقة، وهي بعنوان هكذا كان كريما، يحكي الأستاذ محمود لطفي حادثا يعكس ما ذكر من فريد والذي جرت به الركبان وصار مضرب المثل ولحظات ممتعة. كتب الأستاذ محمود لطفي: كان الموسيقار الراحل كله إحساس، يحب صديقه ويتفانى في إرضائه، وكان يحس بالمطلوب دون أن يحمل من أمامه مشقة الدخول في الموضوع. وفي ليلة من ليالي القاهرة في أيام الربيع، كنت أجلس مع الموسيقار، وحضر لمنزله الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وكان الموسيقى الراحل يحبه ويقدره، وله في نفسه منزلة خاصة أعتقد أنه لم يصل إليها أي مؤلف من مؤلف الأغاني الذين تعاونوا معه طوال حياته الفنية. وجلسنا ثلاثتنا نتكلم ونتحدث، وتطرق حديث الصديق مرسي جميل عزيز إلى الساعات وماركاتها، وكان من ضمن الماركات التي ذكرها الرولكس، وقال إنه أعجبته ساعة من هذه الماركة في إحدى المجلات اللبنانية، وأن السوق المصري ليس به ساعات، وأن بوده لو سافر يوما إلى الخارج ليشتري ساعة من هذه الماركة. ودخلنا في حديث آخر عن الأغاني وآخر أغنيات يقوم بتلحينها الموسيقار، ثم انتهى الحديث وامتلأ منزل الموسيقار كالعادة بأصدقائه. وعند استئذان الأستاذ مرسي في الانصراف لأمور هامة عنده، سأله الموسيقار: أنت مسافر ولا باقي في مصر؟ فقال الأستاذ مرسي: إن شاء الله باقي. فقال الموسيقار: طيب نتغدى سوا بكرة. فرد الأستاذ مرسي: إن شاء الله. وفي اليوم التالي مررت على الأستاذ مرسي بمكتبه بجمعية المؤلفين، وتوجهنا سويا إلى منزل الموسيقار، وتناولنا الغداء على مائدته، وانصرف كل من كان مدعوا للغداء، وبقي الأستاذ مرسي جميل بناء على طلب الموسيقار، وبقيت أنا بحكم العادة، حيث كنت أنتهز فرصة الفترة بين الغداء وموعد نومه في الخامسة بعد الظهر لأتحدث معه في شؤونه وأعرف رأيه في المسائل التي يجب أن أستطلع موقفه منها. وتركنا الموسيقار فترة من الزمن وعاد ومعه ساعتان رولكس، إحداهما ذهب خالص والأخرى مذهبة، وقال: يا أخي مرسي، نقي واحدة من الاثنتين. فقال له الأستاذ مرسي: والله الذهب هي طلبي. فقدمها له الموسيقار على الفور قائلا: أرجو أن تقبل هذه هدية مني. فرفض الأستاذ مرسي على الفور، فقال له فريد: أنت أخ، وأنت بتسعدني لو تقبل هذه الهدية مني. فأصر على الرفض، وهنا قال له الموسيقار: شوف بقى، أنت تاخذ الساعة ومش رايح أديها لك كده، أنا عايز أغنية حلوة مقابلا لها. وهنا قبل الأستاذ مرسي الهدية من الصديق الموسيقار الراحل، وبقيت الساعة الثانية موضوع أمامنا وأنا أنظر لها بإعجاب شديد، وكانت فعلا ساعة رقيقة وجميلة. ولا أدري ما الذي جعلني أقول للموسيقار: يا أستاذ فريد، أنا مستعد أدفع 150 جنيها في هذه الساعة وآخذها. وفوجئت برد الموسيقار: يا أستاذ محمود، أنا مشتاجر ساعات. وبان على وجهي الغضب، فسكت ولم أفتح الموضوع. وبعد 5 دقائق أخذ الموسيقار الساعة من أمامي ودخل بها إلى غرفة نومه، حيث أودعها الخزينة، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. ونسيت أنا موضوع الساعة، ومضى أكثر من شهر
وسافر الموسيقار إلى بيروت ثم إلى الكويت ثم عاد إلى بيروت ليستريح من حرارة جو الكويت، ولم يستطع العودة للقاهرة في أشهر الصيف كعادته السنوية. وفي يوم من شهر يوليو الشديد الحرارة، وجدت في مكتبي من يسأل عني ويطلب مقابلتي، واستقبلت الضيف ووجدته من البلد الشقيق لبنان، وقال: أنا جاي أقابلك بتكليف من الأستاذ فريد. فرحبت به وقدم لي الشقيق اللبناني مكتوبا من الموسيقار الراحل يسأل فيه عن صحتي وعن أخباري، ويشرح لي ما فعله في رحلته وما أنجزه من أعمال. وفي ذيل الخطاب وجدت ملحوظة قرأتها بذهول: أخي محمود، أرسل لك مع حامله هدية متواضعة أرجو أن تقبلها من أخيك. وقدم لي الزائر علبة أنيقة، فتحتها فإذا بداخلها ساعة أنيقة جدا ماركة أوميغا وأوتوماتيكية وغاية في الدقة والأناقة، وتليق فعلا بأن يلبسها مثلي. ووجدت تحت الساعة ورقة رقيقة، فتحتها وقرأت فيها ما يلي: من أخ لأخيه، عربون للمحبة والصداقة والأخوة، وبأتان مرة ما تقولش ثمنها كام، ودمت لأخيك فريد. وهذا هو فريد، يبدو أن صداقتي له لم تشفع لي في زلة لسان أو سوء تقدير مني، ولكن إحساس الموسيقار المرهف كان فوق كل شيء. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.